ضمن مبادرة إثراء الحد الجنوبي، يحزم برنامج ألهم حقائبه هذه المرة ليكون في أولى محطاته بمدينة نجران. وتقدم فعالية ألهم برامج وعروض تفاعلية تثري الفكر وتلهم الخيال، وتعزز مبادئ الإصرار والنجاح والمواطنة لدى شباب وشابات الوطن. حديثي عن هذه الفعالية اللي هي ألهم ولها من اسمها نصيب، المتحدثين كانوا بالفعل ملهمين. الفترة الأخيرة يعني اللي في الإعلام وقت طويل، وحضرت الكثير من الفعاليات التي كانت يعني تجلب متحدثين على سبيل الإلهام، وللأمانة هذه كانت الأفضل. هذه الفعاليات اللي تعطينا بعض الأحيان قيم، مبادئ جيدة، تعطيك بعض الأحيان إلهام، تعطيك شجاعة لبعض التصرفات اللي كنت خايف تسويها في حياتك. إجمالا هذه الفعاليات اللي نبحث عنها. مبادرة رائدة في أفكارها في، واليوم الحقيقة سعدنا جميعا بهذه المبادرة، والتي أعتقد أنها ستكون يعني بادرة خير ومحفزة للشباب والمجتمع بشكل عام. الأستاذ هيثم كان أحد المتحدثين في هذا اللقاء وأحد الملهمين. أستاذ هيثم، كيف وجدت أو كيف ترى هذه الفعاليات وأهميتها في هذه المنطقة؟ والله أخوك، مثل هذه الفعاليات تشجع كثير من الشباب، تعطيهم دفعه معنويه، تلقى كثير عنده القدرات، عنده الطاقه، عنده الامكانيات تفرح، لكن يحتاج توجيه. فمثل هذه الملتقيات تعزز من، او خلينا نقول تحرك الطاقه الكامله اللي موجوده عند الشباب. كما شهدت هذه الفعاليه حضورا كثيفا من اهالي نجران واجواء مميزه، حيث حرص الحضور على مشاركه قصصهم من خلال مسرح ألهم. محمد، كيف وجدت جمهور نجران؟ رائع، انبسطنا. تعرف ايش معنى انك تخاف على فعاليه تشتغل عليها اسابيع وتقول يا رب ان ما نقصر في حق الناس بتجي وتحجز وتتعب وتاخذ مكان وتوصي الناس؟ الحمد لله تفاعل الجمهور كان رائع. اهل نجران بيض وجهكم، اكرمتونا وشرفتونا وعزمتونا وتعنيتونا، وان شاء الله ان تجملنا وقدمنا شيء يليق فيهم. والله الفعاليه جميله ونحتاج الكثير منها ليشارك ابناء منطقه نجران فيها. شفنا اشخاص وتجارب ناس ناجحين، نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى الواحد اللي عنده حلم وهدف يستفيد وما يوقف مهما كان طموحه ومهما كان، واتمنى التوفيق للجميع. ختمت فعالية ألهم في أولى محطاتها في نجران بالفنون الشعبية النجرانية بعد أن قدمت العديد من القصص الملهمة. جرعة مفعمة من الإلهام، حيث يلتقي الإبداع بروح الشباب. برنامج إثراء ينمي الفكرة ويعزز الخيال. حسن الهمامي، الإخبارية، نجران.